لكن هذه الأفضلية لم تترجم إلى أهداف. سون يلعب كرة قوية تبعت ببراع دفاع يدرس من جانب لاعبي المنتخب الياباني في الكرة السبت. محاولة للاختراق من جديد وتحرك يأتي وفرصة للمنتخب الكوري والتمريرة لسون. جول جول للمنتخب الكوري الجنوبي لي سيونغ وو يسجل الهدف المنتظر الآن في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول الإضافي. يأتي الهدف المنتظر للمنتخب الكوري الجنوبي عن طريق لاعب السفيرونا لي سيونغ وو، يضع حد الآن للتعادل السلبي القائم في هذه المباراة بين كلا المنتخبين. لاعب المنتخب الكوري الجنوبي لي سيونغ وو، وهدف يأتي بهذه الطريقة بعد اختراق وتمريرة واستحواذ من جانب سون اللي مر وترك الكرة في النهاية للبديل اللي بيسجل أول أهداف المباراة. وتهتز شباك المنتخب الياباني الآن بهذه التسديدة اللي جاءت من جانب لي سيونغ وو لاعب هيلاس فيرونا. يسجل الآن صاحب العشرين عام يسجل أول أهداف المباراة. هيلاس فيرونا السيري اي في الموسم الماضي لعب 14 مباراة، يعني لعب 14 مباراة بينها مباراة كأساسي و 13 مباراة كبديل. المنتخب الكوري الجنوبي محاربي التايجوك وجدوا الحل عن طريق لي البديل لاعب إلا سفيرونا. كرة عاليو جول جول لهوانغ هيتشان. يسجل المنتخب الكوري الجنوبي الهدف الثاني الآن عن طريق النجم المهاجم القناص وانغ هيتشان. يا ولد على هذا الهدف، على هذه الرأسية الرائعة للاعب هامبورغ الألماني وانغ هيتشان صاحب 22 عام. يسجل بطريقة على أروع وسون يلتقط أنفاسه الآن مشاهدين متابعين في كل مكان. المنتخب الكوري الجنوبي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، وهذه طبعا يعني يحتضن كيم هاكبوم. هكذا لعب هذه الكرة بهذه الطريقة سون لاعب لسبيرز. يا ولد يصنع الهدفين الآن، والركلة الحرة اللي حصل عليها هو بمهارة يلعبها على القائم البعيد. ويا له من ارتقاء يا هوانغ هيتشان. روعة الارتقاء. شوف عزيزي المشاهد جابها من فين؟ من الدور الثاني وضعها له على يمينه. صعبة في الزاوية البعيدة، صعبة يا كوجيما. اكتفي فقط بالمشاهدة وهذه الكرة تسكن شباكك يا كوجيما. إذن الشمشون الكوري ركنية لعبت قوية، ضربة روز، جول للمنتخب الياباني. يأتي الآن عن طريق أياسي ويدا يقلص الفارق قبل 5 دقائق على نهاية زمن الشوط الثاني الإضافي. يأتي الهدف بهذه الرأسية الرائعة للمنتخب الياباني. هدف تقليص الفارق يأتي الآن بهذه الرأسية الرائعة عن طريق المهاجم أياسي ويدا عمره 19 عام. يسجل هدف أول للمنتخب الياباني في هذه المباراة في الشوط الثاني الإضافي. يسبق المدافع ويضع الكرة بضربة رأس داخل الشباك لتشتعل الأجواء مرة أخرى في هذه المباراة. مرة أخرى الأمل يعود للمنتخب الياباني لتسجيل هدف ثاني بكل تأكيد والذهاب إلى ركلات الترجيح. 3 أهداف حتى الآن سجلها ويدا في هذه البطولة. اليابان ستضغط الآن بكل ما أوتيت من قوة من أجل إدراك هدف التعادل. هجمة لليابان وتمريرة وانفراد. لا 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 لا